معنا محمد كناعني أبو أسعد أمين عام حركة أبناء البلد. مسيرة مشاعل وقفة تذكر لشهداء العملية الإجرامية التي يعني حدثت فجر اليوم. نعم، هذا الاعتصام الذي تواجد فيه مجموعة كبيرة من الشباب في قرية عرابي ورد فعل طبيعي واستمرار للنشاط الذي كان عصر هذا اليوم وفي عرابة وفي كل القرى والمدن العربية. الشباب ارتأوا أن يستمروا في اعتصامهم وأن ينظموا نشاطا آخر، لأن الحدث كان جلل بالفعل، ولأن المجزرة كبيرة جدا، والعملية الإرهابية القرصنة الإسرائيلية هزت مشاعر كل العالم. فكيف ونحن نتحدث عن شباب عرب فلسطينيين هزتهم المشاهد التي شاهدوها من اقتحام السفينة وقتل رسل الحرية الذين كانوا على متن هذا الأسطول؟ نعم، يعني الوسط العربي اليوم برغم أنه اطمئن يعني على صحة الإخوة الأربعة اللي يعني اللي تواجدوا على متن السفن، إلا أنه هناك غضب. يعني الأخ أبو أسعد كنت في حيفا اليوم وكان في مظاهرة صاخبة أيضا في حيفا. يعني اليوم أنا شاركت في مظاهرة صباحا في الناصرة بعد اجتماع لجنة المتابعة، وكانت مظاهرة أيضا أولية وكبيرة، وفي كانت مظاهرة أيضا في عراب صاخبة. أولا، رغم أننا اطمأنينا على سلامة الأخ محمد زيدان والشيخ رائد صلاح والأخ حنين زعبي والأخ حماد أبو تعابس، ولكن بالرغم من ذلك فهناك شهداء وهناك جرحى كانوا على متن هذه السفينة، ودمائهم غالية جدا علينا وجروحهم أيضا غالية جدا علينا. ونحن بهذا المقام نتمنى الشفاء لكل الجرحى ونترحم على شهدائنا. ما اتخذته لجنة المتابعة من قرارات، نعتقد أنه مهما كان لن يوفي هذا الحدث حقه، ولكنه أمر مهم أن تتم هناك إضراب شامل ومسيرات ومظاهرات عامة وشاملة ووحدوية في كل القرى والمدن العربية. هذا واجبنا، هذا ما يجب أن نقوم به، وعلينا أن نستمر في هذا الأمر اليوم وغدا إن شاء الله، وفي باقي الأيام إذا احتاج الأمر، وبالتأكيد سيحتاج الأمر أن نستمر، لأن المعركة لن تتوقف عند هذه السفينة. فهناك حصار قاتل وخانق على غزة وهو الأساس، وعليه يجب أن نستمر في دفع عملية مقاومة هذا الحصار وكسر هذا الحصار حتى ينال أطفال غزة حريتهم. شكرا جزيلا.